استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم قداسة البابا موران مار بارسيليوس مارثوما ماثيوس الثالث الرئيس الأعلى للكنيسة الأرثوذكسية الهندية بمناسبة زيارته للمملكة لحضور احتفال كنيسة سانت ماري الأرثوذكسية السورية بمناسبة مرور 63 عاما على تأسيسها في البحرين. ورحب جلالة الملك المعظم بقداسة البابا موران مار باسيليوس معربا عن تقديره لما يبذله من جهود طيبة في المجالات الإنسانية وترسيخ قيم الخير والمحبة والتسامح، منوها جلالته بالدور الذي تطلع به كنيسة سانت ماري الأرثوذكسية وبقية الكنائس الأخرى في المملكة في تعزيز التعايش والمحبة والتسامح الديني بين أتباع الأديان. وأعرب عاهل البلاد المعظم عن اعتزازه بما تنعم به مملكة البحرين من حرية كبيرة على صعيد ممارسة الشعائر الدينية لمختلف الأديان على امتداد تاريخها العريق، وتفتخر بأنها تحتضن مختلف الديانات وإنشاء ورعاية دور العبادة والعيش كأسرة واحدة متحابة ومنفتحة على العالم ضمن مجتمع قائم على التلاحم الأخوي بفضل وعي شعبها وإيمانه بالمبادئ الإنسانية النبيلة والقائمة على احترام كافة الشعوب والأديان، مشيدا جلالته بجهود المملكة المتواصلة ومبادراتها النبيلة في ترسيخ وتعزيز ثقافة التقارب والعيش المشترك والحوار بين الديانات والحضارات والتزام نهج الوسطية والاعتدال والاحترام المتبادل لما فيه خير البشرية جمعاء. هذا وقد أشاد قداسة البابا موران مار بارسيليوس مارثوما ماثيوس الثالث الرئيس الأعلى للكنيسة الأرثوذكسية الهندية بما تشهده مملكة البحرين من ترحيب باتباع الديانات والاهتمام بدور العبادة وما وصلت إليه من تقدم وازدهار بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم.